السلام عليكم. اليوم بصراحة الفرحة ما هي سايعتني بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين. بصراحة استمتعنا في المباراة لأول مرة صراحة. أنا رغم أني لست من عشاق المباريات والكرة وكذا، لكن هالمباراة هذه لأن المنتخب يعني عربي وخصوصا المملكة العربية السعودية ويلعب ضد الأرجنتين، فكنا متحمسين وحاطين يدينا على قلوبنا. يا رب لك الحمد، الفوز هذا هو فوز لجميع الدول العربية إن أخيرا قدرنا نكسر خشم الأرجنتين. وأهنيكم كذلك على العطلة الرسمية اللي هي يوم غد، أتمنى أنكم تستمتعون في هالقصة. قصة الليلة قصة فيها صدمة، ولا تستعجلون في الحكم. في شاب جزائري عايش في ولاية سوق أهراس. هذا الشاب متزوج وعايش في بيت أبوه من بعد وفاة أمه وأبوه، عايش مع شقيقته وزوجته، وعنده 3 أشقاء أخوانه، كل واحد ساكن في بيت بروحه. المهم هذا الرجل يوم الأيام جاي بيدخل بيتهم ويحس على شخص موجود داخل البيت، رجل هرب على طول وقفز من السور، وهذا على دخلة البيت يعني شاف يعني زولة، يعني ما انتبه عليه بالضبط، قال هذا يمكن حرام وكذا، حاول انه يركض وراء اختفى. رجع البيت على طول يبي يتأكد سرق شيء، يعني اعتدى على احد من اهله شيء. راح شاف زوجته، ولا زوجته متوترة وخايفة، قال لها منو هذا الشخص اللي انا شفته وكذا وهرب؟ قالت لا انا ما ادري عنه. راح صعد فوق الدور العلوي عند اخته، سألها، قالت لا ما شفت احد. فجلس يفكر بينه وبين نفسه، ما يبي يعني يتهم وما عنده دليل. الرجل هذا من بعد هالموقف صار يشك بزوجته بشكل كبير، يلاحظ عليها، يراقبها، يعني منو هذا الشخص اللي دخل البيت ولا سرق شيء؟ اكيد انه يا انه جاي لزوجتي او لاختي، هو هذا اللي في باله يعني، لكن ما في شيء واضح ولا شاف شيء غير ان الشخص كان داخل البيت وهرب. راح فاتح اخوانه في الموضوع. بعد أيام من التفكير والشكوك، وصار ياكل بنفسه وميت قهر وما هو عارف شي يسوي، يروح يفاتح زوجته في الموضوع ويضربها ويخليها تعترف ويمكن تطلع بريئة، ولا يضرب أخته، ولا شنو القصة ما هو عارف. لكن الشكوك كانت أكثر شيء على زوجته، لأنها كانت متوترة وخايفة ومرتبكة بعد ما يعني شاف الشخص لما يهرب من البيت، فهو شاك فيها. المهم جلس مع أخوانه وبطل جربه، قال لهم أنا يبا ترى صار لي أيام أفكر وخايف أرتكب جريمة بصراحة. قالوا له ليش، شو صاير؟ قال هذا اللي صار، في رجل كان داخل البيت ولما شافني هرب وأنا ما قدرت أتعرف عليه، وأنا شاك في الزوجة لأنها كانت متوترة وخايفة وكانت صاحية، يعني أختي لما راح صعد لها فوق لقاها توها صاحية من النوم، واضحة أن الزوجة هذه لها علم بهذا الرجل اللي دخل البيت. قال له شوف، الموضوع هذا موضوع شرف ما ينسكت عنه، وإذا زوجتك ما هي مضبوطة إحنا ما راح نسكت لها، وراح نطلع الشاب هذا وناخذ حقك منه، وإهي كذلك راح نأدبها ونربيها وروح جيبها. ويجون يجمعون الأخوان مع بعض في البيت ويجيبون زوجة أخوهم وجلسوها جنبهم، وهي خايفة ومرتبكة. قالوا لها شوفي، نبيك تعترفي بهدوء وبدون مشاكل، وإذا في أحد في حياتك إحنا ممكن نداري الموضوع وراح يطلقك أخونا وخلاص. قولي لنا منو هذا الشخص، إحنا بناخذ حقنا منه ما دام دخل عندنا في البيت،
وانت اخونا خلاص يعني بيتركك بحاسبك، ما راح نلمسك ولا نسوي لك شيء، يعني فقط نبلغ اهلك وانتهى الموضوع. ولا ترى بنمسكك الحين بنقتلك ونغسل عارنا ونسوي وما نسوي؟ وهذه قامت ترجف خايفه 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 شوي، يوم شافت انه خلاص وصل له الموت قالت لهم يبا الله بالخير. قالوا يا الله بالخير تفضلي. قال دام ان الموضوع وصل الى هذا الحد انكم تتهموني في شرفي وعرضي وتتهموني باطل وانا مجرد شخص يحاول ان ينقذ الموقف، فانا خلاص دام ان الموضوع طرح براسي ببلغكم. قالوا لا تكلمي. قالت هذا اصلا عشيق اختكم. شنو؟ قالت لهم اي نعم هذا عشيق اختكم وتعرفه قبل 4 سنوات، وهذا اسمه منير، هذا جاركم وله علاقة في اختكم، وروحوا اسألوها. انا حاولت اني استر الموضوع اداري وكذا، لكن دامكم تتهموني انا لا، الموضوع هذا ما ينسكت عنه، روحوا شوفوا رب اختكم اول شيء علشان تتهموني. على طول راحوا مسكوا اختهم، او ضرب ضرب ضرب، كادوا ان يقتلونها. تكلمي شنو علاقتك في منير؟ قالت اي نعم انا كنت اعرفه قبل 4 سنوات. قالوا وخليتيه يدخل عندنا في البيت وكذا يلي ما تستحين؟ قالت لا 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 والله العظيم انا كنت اعرفه قبل 4 سنوات، لكن قطعت العلاقه بيني وبينه وابدا ما في تواصل. قالوا تضحكين على منو؟ اخوك شايفه داخل البيت وهرب وتقولين ما لك علاقه فيه من 4 سنوات؟ يلي ما تستحين. المهم كسروها تكسر وربطوها وحطوها في الغرفه حجزوها. الان يبون والجيرانهم اللي هو منير، تعال يا منير، يدورون ادواره، لكن النيه انه يقتلونه خلاص، يبي يغسلون عارهم. شلون يستدرجون منير؟ طبعا جلس الاخوان الحين الاربعه مع موده هذه اللي هي زوجة واحد فيهم اللي اول شيء اتهموها. قالوا حق موده نبي منك خدمه. قالت شنو؟ قالوا لها نبي تستدرجين منير، نبيك انت تتصلين عليه، نجيب لك رقم تليفونه وتنتحلين شخصية سندس اللي هي شقيقتهم اللي لها علاقة فيه وتستدرجينه للبيت، نبي يدخل داخل البيت، احنا ناويين نقتله. قالت اف عليكم، حاضر من عيوني، بس استدرج ابوه بعد. عطوها رقم تليفونه وصارت تتصل عليه وشلونك وش اخبارك وكذا. يقولها من انتي؟ تقولها ما تعرفني انا سندس اهلين وكذا، وصدق انها سندس، وتسولف معاه وانا مشتاقت لك ومتى تجي واشوفك وما في احد في البيت. تحاول فيه الى ان الولد ولد شباب وعمره في اول العشرينات، يعني اكيد ان المرأة يعني قاعدة تغريه وتضحك عليه وشاب مطيور يعني في هالعمر. قال اوكي. قالت البيت ما في احد، تعال. قال اوكي. هذاك جاء طاير في منتصف الليل او يدخل من الباب، فاتحت للباب، قالت له تعال لا تخاف ما في احد. اول ما دخل البيت وتجي هذه مودة اللي مسوية نفسها سندس وتحاضنه، هو أول ما شافها انصدم، هذه مو سندس، وهي حاضنته يعني اخترع شوي وكذا، وفي باله إنه ها ممكن هذه هي تحبني ومن تحلى صفة يعني وشخصية سندس، وهذا شاب مو فارقة معاه يعني تبقى امرأة بالنسبة له يعني في باله يعني. ف يوم حضنته شيء شوي ضحك او يطلعوا له الاخوان الاربعه من بينهم زوج موده،
وهذه حاضنته وتمسك لهم. أو يجون ويمسكون منير، أو يضربون منير ضرب لدرجة أن واحد فيهم اسمه أمين هذاك على طول ما صدق على الله أنه يمسك منير ويضربه بالساطور على رأسه 3 ضربات هشم الجمجمة لين مات منير. قطعوا تقطع وقاموا خذوا جثته وودوها على بعد 60 كيلومتر عندهم بيت مهجور، هذا كان يملكه أبوهم ورث لأبوهم لكن بيت مهجور لهم، ورموا الجثة في داخله. اليوم الثاني راحوا اشتروا مواد سريعة الاشتعال، بترول يعني من البنزين أو المازوت أو غيره يعني، ورجعوا مرة ثانية للبيت المهجور وقاموا يحرقون أطراف أصابعه علشان يخفون البصمات، ويحرقون وجهه، وخذوا الجثة ودوها إلى أعلى الجبل، في عندهم جبل قريب منهم، ورموا الجثة من فوق الجبل جهة الوادي علشان إن الذئاب إذا مرت تاكل من اللحمة أو تنتهي الجثة يعني ما حد ينتبه عليه. وفعلا اليوم اللي بعده الذئاب أو الكلاب الضالة عثرت على الجثة وبدت تاكل منها، لكن كلت أجزاء بسيطة. وعثروا بعض رعاة الغنم على بقايا الجثة وبلغوا السلطات الأمنية. الآن ما حد يدري بقصة منير ومنو اللي اقتله ومنو أهله يدورون عليه. قدموا بلاغ وصار بحث ويسألون عنه ومني ومنك، أبدا ما توصلوا لأي دليل. لكن بعد ما جاهم بلاغ من مركز الشرطة والرعاة اللي شايفين الجثة، وراحوا الجثة تقريبا مواصفاتها تطابق لمواصفة منير، عرفوا ان هذا الولد اللي مختفي ويدورون عليه هلا. طبعا هلا زعلة وما هم عارفين شو القصة. طب الشرعي اكد انه مقتول قبل لا يسقط من علو الجبل، وان الشخص اللي رماه كان حارق اطرافه علشان يخفي شخصيته، فمبين انها موضوع جناية ما هي يعني سقوط من علو او شيء. الآن يبحثون عن المجرمين وعلاقتهم في منير وليش تم قتل منير. سندس أخت الشباب ساجنينها في غرفة ومنتظرين عليها شوي لين تصحى، لأن كانوا ضاربينها الضرب لدرجة أنه يغمى عليها وتصحى ويغمى عليها من الألم، ومنتظرينها لين تصحصح شوي، وموكلين مودة زوجة واحد فيهم ان هي اللي توكلها وتطببها لين تصحى، وبعدين يروحون ويقتلونها ويدفنونها في مكان بعيد ويرتاحون من هالقصة بالكامل. المهم قام زوج المودة هذا قال لها روحي وعزي النسوان اهل منير، عزيهم علشان ما حد يشتبه فينا، واحنا نروح للرجال ونعزي وناخذ بخاطرهم. وفعلا هذا اللي سووه، ابدا ما يعني ما حد اشتبه فيهم ولا شيء. احضروا رجال الامن، وتعرفون رجال الامن دائما اذا حصلت جريمه وصار عزاء للضحيه دائما يرسلون رجل امن او مباحث او مصدر سري يتواجد في العزاء علشان يعني يكتب تقرير يعني عن الوضع، يعني هل انه سمع مثلا مشاجره، في خلاف بين الاشقاء بين الاهل بين الجيران، بين يعني على سبه الضحيه هل احد له علاقه تكلموا. مرات اسره الضحايا مرات في بعض الجرائم اسره الضحيه تعرف من المجرم ما تبلغ رجال الامن عشان يبي ياخذون حقهم بدينهم، فهم يبون يتاكدون هل الاسره هذه على علم بالقاتل او عندهم احد مشتبهين فيه ولا لا. المصدر هذا جالس في العزاء وشاف الحضور من بينهم الأشقاء لكن ما اشتبه فيهم أبدا. أثناء وجوده في العزاء وينتبه على شيء، بيت جيرانهم اللي هو بيت الأشقاء الأربعة هذول، البيت عند الباب في بقايا من الإسمنت الأبيض أو الجبس
وبعض المواد علب علب مواد التنظيف عند الباب، وكأنه مسوين خلطة جبس وصابغين وكذا، وهو طايق قاعد جالس يعني، لأن مسوين العزاء عند الباب، باب بيت منير، وهو جالس يطالع باب الجيران، هم بيتهم متلاصقين، ويشوف الجبس وفي وصاخة يعني عند باب الجيران، والبيت مبين إنه تو مشيد يعني جديد، ما هو من البيوت القديمة. فيطالع يطالع، راح اقترب من البيت، يعني هذا دهاء رجال الأمن اللي ما يطوفهم شيء، أي شيء غريب يعني لازم يتأكد منه. فهذا صار يقترب من البيت ويطالع في البيت، البيت جديد، الجبس هذا شو يسوون فيهم، وليش العلب هذه مات التنظيف، مثل الديتول مثل مواد عارفينها متنوعة مفارغة طبعا عند الباب. وهذول كانوا فاتحين باب البيت علشان إذا صار ازدحام عند جيرانهم إنه ما يخالف الضيوف أو المعزين يدخلون الحوش البيت مالهم، علشان يبينون أنهم أصلا حزنانين على منير واقفين مع أسرته. وهذا يجي رجل المباحث ويدخل في حوش بيت الأشقاء الأربعة، يتلفت، البيت جديد من داخل توه، يعني وين مكان الجبس اللي حاطينه، وين اشتغلوا الجبس اللي خالطينه برا عند الباب. شوي يشم رائحة مواد تنظيف قوية جدا داخل البيت. ودائما شوفوا أي جريمة قتل في موقع أو مسرح جريمة ويكون في مواد تنظيف، دائما يجي في ذهن رجال الأمن أن هذا الشخص يحاول أن يخفي أمر ما، يخفي رائحة الجثة، رائحة مثلا الحشيش، مخدرات مثلا، يخفي الدماء، قاعد ينظف الدماء، الآثار، هذا دائما تحصل في جميع القصص أو الجرائم. فهذا حس أنه في شيء، قام بلغ القائد اللي عنده اللي ماسك القضية، قال له والله العزة ما في شيء، لكن جيرانهم وهذول حضروا، وأنا سألت عنهم، هذول أربع أشقاء كبار وعايشين في البيت هذا، واحد فيهم متزوج وعنده أخت، وجاب المعلومات كاملة وقال اللي اشتبهت فيه إن البيت جديد، وهذول مسوين خلطة جبس برا عند الباب، وفي علب مواد تنظيف فارغة، ولما دخلت الحوش لأن كانوا فاتحينه للمعزين حق الجيران، شميت رائحة المواد التنظيف وقوية جدا. قال بس استدعوا الشباب الأربعة، أو فعلا اليوم الثاني، ويستدعيهم رجل الأمن، قال لهم الضابط أبيكم. يوم جو عند الضابط مرتبكين وخايفين، وهذا ايش قصته، وشلون شك فينا، وشلون على طول يعني ثاني يوم مستدعينا بسم الله حتى ما في دليل ضدنا، شلون عرف؟ سألهم، قال لهم انتم ايش قاعد تسوون داخل البيت؟ قالوا له شنو يعني، سؤالك غريب شوي. قال لهم انتم ايش قاعد تسوون في البيت؟ قال قاعد نسوي شوية ترميمات بسيطة. قال البيت جديد مبين، يعني على حسب كلام المصدر أو الرجل المباحث اللي شاف البيت، أنتم قاعد تحطون مواد جبس ومواد تنظيف حق شنو؟ إيش صاير عندكم؟ قال لا ما في شيء وكذا. قال ممكن حنا ندخل البيت نشوف؟ قال إيه تفضل. ويدخلون للبيت. يوم دخل البيت الضابط ولا الصالة، مبين إن صبغ الصالة أو الحيطان نظيفة، ما عدا أجزاء أو بقع حاطين عليها الجبس الأبيض هذا بشكل عشوائي ومخربين المنظر. يوم قعد بالسكين يزيل الجبس لأنه إلى الآن طري، قعد يزيله ولا في بقع حمراء على الحيط. هم شو مسوين؟ جايبين مواد تنظيف علشان يمسحون دماء الولد، مو هذا بالساطور ضرب الولد على راسه 3 مرات، طشر الدم في صالة الاستقبال عنده في البيت ودمر الحيطان، جابوا مواد تنظيف وسبحان الله الدم
من أصعب البقع، خصوصا دم الإنسان، من أصعب البقع اللي تحاول أنك تزيلها، الله يكفينا الشر، خصوصا إذا صارت على الحيط وعلى يعني على صبغ أبيض. فهذول حاولوا بالمواد التنظيف ينظفون ماكو فايدة. قال لهم أخوهم يا عمي جيبوا لنا جبس أبيض علشان ندهن فوق الصبغ وخلاص، ماكو فايدة. وفعلا جابوا خلطة الجبس ومسحوا وخربوا الدنيا، وسبحان الله اللي الله خلاهم يوصلون لهالمرحلة عشان ينكشفون. ألقوا القبض عليهم، قالوا لهم هذول دماء شنو؟ قال لا ما احنا اول كنا ذابحين خروف وكذا في العيد، وبعدين احنا حاولنا ننظف ما قدرنا. قال اوكي، طلب الادله الجنائيه، جو الادله الجنائيه فحصوا ولا هذه دماء بشريه، طابقوها مع دم منير ولا هذا البقع الموجوده هي للضحيه منير. خلاص الضابط وصل خير. ألقى القبض على منه؟ على مودة، زوجة واحد فيهم هذا. قال لها وين اللي ساكنة معاك؟ أختهم وين هي؟ قالت أختهم فوق بالدور العلوي. صعد فوق ولا هذه اللي نايمة على الفراش وتعبانة من الضرب ومبين عليها آثار الاعتداء والتكسر ومحلقين شعرها وتنزف البنت وينقلها للمستشفى. يوم صحت البنت أو تعترف بالقصة بالكامل. قالت يبا يوم الأيام جوني إخواني وقالوا لي شنو قصتك مع منير، وأنا فعلا كنت على علاقة مع منير قبل 4 سنوات وقطعت العلاقة، لكن استغربت أن رجعوا مرة ثانية يكلموني عنه ويقولون أن أنا يعني جايبته عندي في البيت وهذا الكلام مو صحيح. قام الضابط سأل الإخوان، قال لهم انتم الحين من اللي قال لكم ان منير هو اللي دخل البيت؟ يعني من اللي شافه؟ قال اللي شافه هو زوج مودة، جاب الزوج تعال. قال لا انا ما شفته عدل، انا شفت شخص انه كان داخل البيت وهرب وما قدرت اعرفه منه، فانا لما مسكت زوجتي وكان اخواني معاي اعترفت ان هذا فعلا شاب يدخل عندهم في البيت، لكن مو يعني له علاقه فيها، لا له علاقه في سندس، وسندس اعترفت ان لها علاقه فيه، لكن يعني ما هي راضيه تقول ان هي اللي استدعتها في البيت. راح الضابط ومسك مودة، قال لها تعالي انت اللي استدرجتي منير؟ قالت اي نعم. قال سولفي لي الحين انت ايش قصتك؟ يعني ايش دراك ان منير لها علاقة في سندس ومتى شفتي وكذا؟ ويضغط عليها الضابط وتكلمي 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 وتبطل جربها، بطت الصدمة مو الجربة. كانت تقول له يبا الموضوع ما فيه، ان انا لي علاقة مع امين. امين؟ منو امين؟ امين ولا منير جاركم؟ قالت لا 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 لا، مع امين شقيق زوجها، له علاقة فيه من وراء زوجها، وذاك اليوم كان أمين موجود عندها فعلا في البيت وزوجها جاي من برا وأمين هرب بدون ما ينتبه عليه، فصار يشك فيها. ولما بدأ عاد يحققوا معاها وجلس هو وإخوانه، حطت التهمة على شقيقتهم اللي هي سندس، ولأن فعلا سندس كانت على علاقة في منير لكن قبل 4 سنوات، فقالت هذا اللي كان عندنا هو منير له علاقة في أختكم. لما راحوا سألوها سندس قالت إيه نعم أنا لي علاقة في منير قبل 4 سنوات، وكانت علاقة مجرد يعني كلام بيننا وانتهت العلاقة أبدا ما تواصلت معها، لكن ما صدقوها. هذه الحقيرة خلتهم يصرفون النظر عنها وعن شقيقهم أمين، وأمين هو اللي أول، أنا ما أقول لكم إن أول ما مودة انتحلت شخصية سندس واستدرجت منير احضنت. ليش تحضنت؟ احضنت عشان لا يلحق يقول إن أنت منو وكذا أو يتكلم أو شيء، وعلشان تمسكه لأمين اللي متفق معاها. قال لها أول ما تمسكينه خليني أضربه بالساطور قبل لا يسولف قدام زوجك اللي هو أخوه
واخواني الثانيين ويقول والله العظيم انا ما جيت هني وانا عشان لا يفضحنا خلينا نخلص عليه واخواني متحمسين راح يساعدوني ان نقتله على طول. وفعلا كانت ماسكته علشان يجي امين على طول يضرب بالساطور وانقتل منير بدون ما يتكلم ولا يدافع عن نفسه. الله لا يوفقك يا موده، حسبي الله عليك انت وامين الحقير هذا. مالكم بالطويله، الأشقاء الأربعة تم الحكم عليهم بالإعدام أربعتهم، أما مودة تم الحكم عليها بالسجن لمدة 20 سنة. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.